بخصوص المشاريع المائية الحالية بحوض سبو، فقد تميزت السنة المنصرمة بمواصلة أشغال إنجاز سد مداز لإقليم صفرو بسعة تخزين تصل إلى 700 مليون متر مكعب، مما سيمكن أساسا من سقي 30 ألف هكتار بسهل سايس والحماية من الفيضانات، وكذلك الحد من استنزاف الطبقة المائية الجوفية لسايس، وقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال ب 92%. مواصلة أشغال إنجاز سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 200 مليون متر مكعب، والذي بلغت نسبة إنجاز الأشغال 63%، مما سيمكن من تزويد بالماء صالح الشرب لمدينة تاونات والمناطق المجاورة وسقي 4000 هكتار، وكذا المساهمة في حماية سهل الغرب من الفيضانات. مواصلة أشغال إنجاز سد كودية البرنا بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين تصل إلى 12 مليون متر مكعب مخصصة للسقي ومياه الشرب، وقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال 78%. مواصلة أشغال إنجاز سد رتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى مليار متر مكعب، والذي بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 15%، مما سيساهم في الحماية من الفيضانات والحد من توحل حقينة السد الوحدة، ودعم تحويل الفائض من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق.